الحمد لله القوي الذي لا يعجزه شيء، القادر على كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، الواحد القيوم الحي، منزل الكتاب ومرسل الأنبياء وخاتمهم بسيد الأصفياء، عبده الذي به عرفنا قدر الأنبياء وآمنا بجميع الأنبياء عموما وتفصيلا بمن ذكرهم لنا إله الأرض والسماء في الكتاب الذي أنزل على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم هذا الذي نحن بجواره سيدنا النبي هود، على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكان اتصال الأمة بالأنبياء ما ذكر الرحمن لنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا وصف المؤمنين الذين هم مع محمد ومحمد معهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا وفاء بالعهد، أداء للمقدور والمستطاع. سمعنا وأطعنا، فقهنا وامتثلنا، تعلمنا وعملنا. سمعنا وأطعنا، أنصتنا وتلقينا وأخذنا ودرسنا وتعلمنا وأطعنا، عملنا ونفذنا وطبقنا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، نشهد التقصير، نشهد التقصير مع ما قمنا به ومع ما عملناه، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا يأخذ بنا شيء من حوادث الحياة إلى تصور أن غيرك يحكم أو أن المرجع إلى سواك، إليك المصير، مصير الأول والآخر، مصير الإنس والجن، مصير المؤمن والكافر، مصير الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، ومصير من عاندهم ومن خالفهم. وعلى ظهر الأرض جعل الجبار الأعلى في عجائب عواقب أحوال أتباع الأنبياء والأنبياء نصرة وتأييدا وتسديدا، قال عنها ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم جميع معانديهم وجميع مخالفيهم وجميع مضاديهم ومقاتليهم، إلى ماذا انتهى أمره؟ إلى أي مدى كان شانهم؟ وماذا بقي؟ هذا النبي هود كان تحدي القوم الكافرين في وقته من الذين كذبوا به، أنهم أرباب القوة المبسوطة على ظهر الأرض، هي يقولون نحن جيش لا يقهر، هم يقولون هكذا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ولكن بحكم الإيمان حاضر في أذهاننا وعقولنا قول الرحمن أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وهل هو خلقهم عاد ولم يخلق المعاندين المتكبرين الذين في زمانكم؟ هو اللي خلقهم وخلق اللي قبلهم،
ولا خالق سواه جل جلاله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات 7 ليال و8 أيام حسوما كما قال الله جل جلاله لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اجعلنا من الذين آمنوا يتقونك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. املأ قلوب الحاضرين أجمعين والسامعين ومن والانا إيمانا يزداد في كل نفس وفي كل حين حتى يتوفى كل واحد منا على أقوى الإيمان وأعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يا أكرم الأكرمين نحب لقاءك وتحب لقاءنا وارزقنا في أعمارنا تقواك في السر والنجوى يا حي يا قيوم. وإن من الإيمان والتقوى ما ينازل القلوب في هذه الساحات من تذكر أحوال أمة خير البريات. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال صاحب الرسالة هكذا، قال صاحب الدعوة هكذا. فإنما قدر إسلامي وإيماني على قدر اهتمامي بأحوال المسلمين والمؤمنين في الشرق والغرب وبذلي ما أستطيع لخدمتهم ونصرتهم وتعليمهم وهدايتهم وإرشادهم وموالاتهم من أجل الله تعالى على قدر تحققهم بالإيمان والعمل بمقتضاه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وما ينازل القلوب من هذا الأثر الذي نرجو إذا صدقنا فيه مع الله أن يتأثر به من يحفنا من الملائكة والأرواح الطاهرة ويقرعوا كلهم باب القوي القادر والعزيز القاهر والإله الفاطر جل جلاله. وما بين طرفة عين وانتباهتها يحول الله من حال إلى حال. وهذا الشعور والإحساس الذي ينازل القلوب ويوجب علينا الإلحاح على الله ويوجب علينا تحقيق توبتنا ويوجب علينا حسن نظرنا في معرفة هذه الأسباب التي أوصلت الأمة إلى هذا. ونحن أمام توجيهات أيضا نبوية تعلمنا أن الشدائد والإشكالات والمصائب بين المسلمين لا يمكن الله عدوهم من خارجهم أن يحدثها بينهم إلا أن يذيق بعضهم بأس بعض كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. وذلك أن بعضنا يخرج عما سمعتم من صدق الوجهة والتحقق بحقائق لا إله إلا الله ويصبح قولها على اللسان في الحال الذي وصفه صلى الله عليه وسلم أنه لا حقيقة له عند الله الذي خلق. كيف؟ لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أهلها غضب الله وسخط الله ما لم يوثروا صفقة دنياهم على آخرتهم. فإذا فعلوا ذلك ثم قالوها قال الله كذبتم لستم بها بصادقين. المعنى أن كثير ممن يقولها سيكذب في التحقق بها والعمل بمقتضاها. والمعنى إذن أن على المتحققين بها أن يرحموا وأن يرأفوا وأن يبذلوا الجهد وأن على عامة المسلمين أن يطلبوا التحقق بحقائق لا إله إلا الله ليقيموا بذلك أسوار الأمان وأسباب رفع ما نزل وحل بالأمة. إذا حدثتهم أنفسهم بالتحقق بحقائق لا إله إلا الله التحقق بحقائق لا إله إلا الله التي كثيرا ما لقنت للناس في هذه المجالس
في أيام زيارة النبي هود ممن يقدم من أكابر المتحققين بها ويلقنونها في تبعية إلى أصلها ومعدنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير من قالها من الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله كنز وحرز وحصن وعلم وسلم ومعراج وقوة ونعيم وصفاء ونقاء ووفاء ورضوان. لا إله إلا الله مرافقة لسيد الأكوان، التحقق بها مرافقة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما أعظمها وما أكثر القائلين لها وما أكثر وما أقل المتحققين بحقيقتها. ومن أعظم المقاصد في هذه المجامع أن لا ينصرف منصرف منها إلا متحققا بحقيقة من حقائقها، وإذا تحقق بحقيقة من حقائقها عاش مترقيا طالعا صاعدا في أنفاسه ولحظاته حتى يلقى الرب. وعند اللقاء يمتلئ قلبه بها وينطق بها لسانه، وإذا نطق اللسان فكانت آخر كلمة كان ممن يدخل الجنة بغير حساب. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حرصنا على أن نتحقق بحقائقها ونحقق بها أسرنا وأهلينا وأولادنا يخرجوا من هذه الورطات التي تسببت في هذه الأحوال التي نزلت بنا، وعدو الله إبليس ومن معه من الكفار يعلمون أن وصولهم إلى أغراضهم لا يتم عبرهم مباشرة، ولذلك يحبون أن يستخدموا من قبل ذلك الاستخدام من سقطة المنتمين لهذا الدين ومن الذين هلكوا بعدم التحقق بحقائق الإيمان واليقين، فيستخدمونهم لهم ألاعيب يلعبون بها ويلعبون عليهم، ويصير مصير الكل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولن يظفروا بمراده. وما بعد النبي هود بقرون كثيرة جاء فرعون وكان يسفك من الدماء من أجل غرض أن لا يبتعث من بين هؤلاء من يكون زوال ملكه على يده، وراح كل ما سفك من الدماء آثام على رقبته وسببا لقوة عقابه بعد أن جاءته الدعوة ورفضها ولم يتحقق مراده، بل قيل له الذي تخافه سنربيه وسط دارك ومن نفقتك الخاصة ولتسلم الأجر لأمه ليجد النفق من وسط قصرك يا قاصر العقل. يا من تبجحت بقوتك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم أنا ربكم الأعلى، ثم ما علمت لكم من إله غيري. تدور أفكار الكفار والفجار في الأزمنة حول هذه المقالة، إن صرحوا بها أو لم يصرحوا، لكن هذا الذي ينتاب أفكارهم وينتاب مشاعرهم. من أشد منا قوة؟ كما قال قوم عاد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هم يقولون، وأنا ربكم الأعلى. بل وأيضا كم الآن من موجودين على ظهر الأرض ينزل أفكارهم تماما، ما علمت لكم لهم غيري من قدامي، ما حد في الوجود قدامي، هم يظنون هكذا وهم يقولون هكذا وهم يعتقدون هذا
أفل لهم وتبأ. عامتهم سيصبحون عبرا عما قريب للمعتبرين بقوتي قوي وقدرتي قادر. نحن اليوم في عالم الأسباب ما نملك شيء من هذه الأسباب الظاهرة في مواجهتي ومقابلتي أولئك الفجر والكفرة، ولكن في نفس الوقت ما نخاف قواهم ولا نخاف ما بأيديهم ولا نخاف ما عندهم، ونوقن أن رضانا بأدنى خوف من ذلك خيانة بيننا وبين الجبار الذي خلقنا، وأنه مناقضة لحقيقة لا إله إلا الله. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. والعجب في عالم الحس، ونري فرعون وهامان وجنودهم القوة الكبيرة منهم ما كانوا يخافونه على يد المستضعفين هؤلاء، يتم فيصلح المستضعفين. قال شلوا أسلحتهم، ما قال لهم، قال دخلوا على معسكراتهم مشان تقودونها وتنصرون بها، ما قال لهم. قال له قل له هل فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. هذا منطقنا وهذا منطق الأنبياء على ظهر الأرض. هذا خلي الأفكار تعج بما شاءت من متع الدنيا عندنا، هذا الدار. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وبعدين ما دام طغى بنسلحك بجيش منشان تقابل الطغيان حقه. ايش من جيش؟ هو معهم زوجته بنت النبي شعيب واثنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا. قال خل اخوي هارون معي. قال سنشد عضو وحيك وروح. ثلاثة ايش بيصلح؟ ثلاثة امام طغيان كبير على ظهر الارض. راح بمجرد ما طرق الباب رعب ما التلف فرعون وجهه شوفوا حجة وكلام عظيم. ألم نربك فينا وليدا لبت فينا من عمرك سنين، أنت كنت عندنا من أول سير وتربيت عندنا وفعلتك وتفعلتك. هل فعلت هذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم؟ فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين. قلت لك نعمة من على إيش بتتمنى عليهم؟ كنت قتلنا إحنا تقتل أبنا وتستحي نساء بتتمنى علينا اليوم ولا إيش معك؟ إيش القوة هذه؟ إيش ال يقول له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدتها بني إسرائيل. بقى بيشكك في ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض ما بينهما ما كنتم موقنين. قال إن رسولكم ليسكم مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين أو لو جئتك بشيء مبين فأت به. وتابوا وانزعجوا راح يستغيث بالسحرة وجاب السحرة وقال إن لنا أجر نعم وإنكم إذا لم من المقربين. وقالوا بعزة فرعون إن نحن الغالبون. روحوا هم فرعون روحوا. قلنا يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث. فألقي استحرته سجدا. قالوا آمنا برب هارون. قل العجب أن الإيمان ده والقوة من سر لا إله إلا الله انتقل إلى قلوب السحرة مباشرة فصاروا نوع ثاني. قبل قليل أئن لنا الأجر تزلوا في الفرعون، بعدما جاء الإيمان ده واليقين لن نوثرك. وتهديد فرعون ما عاد ينفع، إغراءه ما عاد ينفع، ما عاد بغوا شيء منه ولا هم فزعانين منه ولا خايفين. كم بسرعة تحول الحال وتحول المنطق. قال يقولوا لو قطعني يديكم وأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى.
قالوا نوثرك، انت غير مرغوب فيك اصلا، نحن ما عاد نحبك ولا بغينا شيء من عندك ولا نحفز عيني منك. اوه ايش اللي حصل؟ مالكم تحولتم هذا التحول العجيب؟ لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، خالقنا منشينا نوثرك. انت واحد كمان من نطفه جيت والذي فقضي ما انت قال قلت هلا تحدي خلاص، وبنقول لك بنحلل لك حكمك كله انما تقضي هذا الحياه الدنيا وقت معين في ساحات معينه في من خلال الدنيا وبس، عاد ورا الدنيا قضاء ما لك شيء فيه اصلا، ما لك قضاء، انما تقضي هذا الحياه الدنيا. وش اللي حصل عندكم؟ ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والحقيقه خلاص تجلت، والله خير وابقى، والله خير وابقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا، يعني نحن بنعلمك المستقبل الكبير، شوف أنت على خطر بتنقذ نفسك أحسن لك، بتستمر في طغيانك هذا أنت فاشل، أنت خاسر، أنت معذب. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات علا جنات عدن خالدين فيها وذلك الجزاء من تزكى. وبعد يعني اشتد الأمر، قبل كان يقول إن سنقتل قتلوا أبنائهم مستحسن وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد، قال عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أي ما لنا نحن غرض بالوقوف على ظهر الأرض ولا بالملك فيها إلا بيختبرنا الله إيش نعمل، بس نحسن العمل من شأن نلقاه يرضى عنا وينظر كيف تعملون. وهكذا كان ما كان، وانتهت القوة كل الطغيان. الحين جاء وقت الشدة إيش نعمل؟ أسري بعبادي ليلا مصروف الليل، الحكمة البديعة ذا مصروف الليل، هو ربي يعلم أنه قدامهم بحر وماشي سفن هنا نقول مصروف الليل، يعني عباد أقيم والسبب وأنا الرب أتصرف لكم، بس أنتم تحركوا يلا يا قوم وسلوا قوموا سيدنا موسى وصروف الليل مصروا البحر ماشي سفن ماشي مراكب جلسوا، وجي الخبر والمخابرات حق فرعون الجماعة شردوا هرب وقالوا وراهم بسم الله نمشي، ما عاد أشرقت الشمس اللي هو مقبل عليهم، نتحرك من آخر الليل يعني خرجه والجنود حقه وجنود أسلحة من جهة مادية تماما بيستأصلون موسى من معولة بيخلوا واحد، لكن من جهة حقية من جهة إيمانية من جهة لا إله إلا الله سيتدمر هو قومه ويبقى موسى ومن معه، وما كان إلا ذلك. واتبعهم مشرقين عند طلوع الشمس، فلما تراءى الجمعان جماعة سيدنا موسى وقوم فرعون أقبله، قالوا الجماعة اللي مع سيدنا موسى إنا لمدركون، والله انتهت المسألة الحين، قال لنا اليوم قتل بالعاد بيسلم منا، قال سيدنا موسى كلا ايش كل هذا ذا البحر وذا العدو، قال ان معي ربي، كلا ان معي ربي سيهدين، فوحينا لموسى نضرب بعصاك البحر، العصي ايش تصلح في البحار، لكن انت عبد نفذ بس وراك الرب، ان معي ربي سيهدين، جاي سيدنا موسى يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم جبل وجبل وجبل، وإذا قدها 12 جبل يمرون بينها قد علموا كل ناس ما شربهم، 12 قبيلة مع موسى، قال هي كل جماعة يأخذون في طريق، وعادهم يتحكمون مساكين، قال الحين ما عاد نشوف بعضنا البعض، صاحوا فتحوا فتحات الله لهم بين هذا وهذا، كل واحد يشوف شق الثاني شق الثاني وينظرون، وإيش التحكم هذا الصلاة سيولة الماء تتحول لصلابة، وشي فتحات وشي ذات سبحان الله. ومضى وصل فرعون الجماعة مشوا يا موسى الجبل، إيش الخبر البحر هذا بقدرتي؟ قال
وانا شقلت لهم وانا وراه من حيدخل ودخل. ولما توسط رد الله الماء الى سيولته، فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو ذولك، لان كنت شبعت قتل فيهم وكذا الحق عندهم. وين انا ربكم الاعلى؟ وين ما لعمتمكم عن غيري؟ وين اليس لي ملكم مصر؟ قول عاد شيء، كل هذا باطل، روح انتهى. بقي لك كلام موسى الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي اتخذت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فلتاخذوا زادكم من هذه المجامع جمعية على هذا الرب وثقة به، وبذل ما تستطيعون وهو الذي بيدبر. أمام القوات هذه كلها ما أعطى شي موسى ولا سلاح واحد من الأسلحة المادية. قال له اسروا بالليل، سروا بالليل، قال اضرب العصا ذاك البحر، انتهت المسألة. قال سبحانه وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنها فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وإيش السبب؟ قال بما صبروا. الله أكبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون القوم ما كانوا يعرشون. وإيش سبب هلاك فرعون؟ قال سبحانه وتعالى إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم. هذا سبب، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها. هذا سبب الهلكة للأمم، هذا سبب هلكة الدول سابقا وحديثا، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وتدمر أمرهم. سبب النجاة بما صبر. وأورث القوم الذين كانوا يستضعفون مشاكل الأرض التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فلنأخذ الصبر والإيمان والعمل الصالح ونقول للجبار على سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال لكم بالصراحة أنا ما أكلف أي مخلوق من مخلوقاتي شيء فوق ما أعطيه من القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس في الوسع هذا في حساب بعدين دقيق، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقوالكم أنتم بما علمكم نبيكم أريد أن أتفضل عليكم بعطاء عظيم فاسألوني. يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو طانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الذي أنزلت عليه لما قرانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلته. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، قال الله قد فعلته. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلته. واعف عنا، قال قد فعلته. واغفر لنا، قال قد فعلت. وارحمنا، قال قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم، قال قد فعلت. فنحن من أيام صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام منصرون على القوم الكافرين. قل الأفكار القاصرة حقهم ليظنون أنهم بشيء من هذه الأسلحة وما قادوا من حروب سابقة وما عملوا من سماه استعمار أنهم انتصروا علينا، لا لا لا، النصرة لمحمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم لهم الخيبة في كل ما قاموا به، ولهم الفشل فيما هم قائمون عليه، وسيفشلون ولن ينقذ شعوبهم إلا هذا الدين، ولا ينقذ أحوال الناس في أراضيهم إلا هذا الدين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون،
ولن يبقى بيت من البيوت في شرق الأرض وغربها إلا ودخله دين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بذل ذليل أو عز عزيز. أعزنا بطاعتك يا رب. وهؤلاء الذين استوجروا من بيننا ليحدثوا الفتن بيننا، ربي من لم تسبق عليه شقاوة عجل بهدايته، ومن سبقت عليه شقاوة عجل بهلاكه. سيدنا مولانا اقطع الطريق على هؤلاء الكفرة والفجرة، لا يبلغ مرادهم فينا ولا في أهلي. لا إله إلا الله. سيدنا ومولانا لجأنا إليك، توجهنا إليك، متذللين بين يديك، موقنين أنك القوي القادر والإله الفاتر. اللهم اهزم وزلزل فئات الكفر والعدوان والاعتداء والظلم والخداع والأذى للمسلمين بغير حق. اللهم فرق بين كلماتهم وقلوبهم، واجعل وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اجعل أعداءك أعداء الدين كعصف مأكول. يا قوي يا متين، يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا قادر، يا من بيده أمر الباطن والظاهر، لا تصرف من مجمعنا أحدا إلا وهو لك ناصر، ولحبيبك الطاهر بجميع ما أتيته. واجعل حقيقة سمعنا وأطعنا قائمة فيه متحققا بها بقلبه وقالبه، وزدنا طاعة وزدنا إيمانا وزدنا سماعا لما أوحيت إلى نبيك المصطفى محمد، ولا تصرفنا إلا في الموفقين المقبولين والهداة المهتدين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، قلت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نستغيثك يا الله لأهل السودان، نستغيثك يا الله لأهل غزة، نستغيثك يا الله لأهل رفح، نستغيثك يا الله لأهل الضفة الغربية، نستغيثك يا الله لأهل أكناف بيت المقدس، نستغيثك يا الله لأهل العراق، نستغيثك يا الله للمسلمين في ليبيا، نستغيثك يا الله للمسلمين في الصومال، نستغيثك يا الله للمسلمين في الشام، نستغيثك يا الله للمسلمين في اليمن، نستغيثك يا الله للمسلمين في شرق الأرض وغربها، فأغثنا واستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد يا الله. توجهوا إليه متذللين بين يديه، ونادوه بما ناداه به إمامكم ونبيكم وهاديكم، وقولوا يا حي يا قيوم، 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 دعاك بها نبيك وألح بها عليك في ليلة بدر، فأرضيته يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وأنزلت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فنسألك بسر دعائه وتوجهه إليك بيا حي يا قيوم، فما عرفناها إلا منه ولا أخذناها إلا عنه، فصل عليه واقبلنا فيما توجهنا به إليك على طريقه يا حي يا قيوم، وأرضه فيما تحدثه فينا،
وفي أرض السودان وفي هذه الأراضي التي ذكرناها وفي واقع هذه الأمة يا حي يا قيوم، أرضي فيما تحدثه وتظهره فينا وفي هذه الأمة وفي هذه الأزمنة يا حي يا قيوم، بالنبي المعصوم والنبي هود وأرباب الشهود تداركنا وأغثنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، آمين آمين آمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه.